عشت المساكنة بإحدى علاقاتك قبل الزواج حد منهم؟ آه طبعاً أكيد وأنا صغير. فإذاً حدث بالفعل مراتي قفشتني وأنا بخونها وفي مشاكل بيني وبينها نزاهت وجربت المساكنة قبل الجواز. تصريحات كريم فهمي الأخيرة صدمت الجمهور وده كان باين جداً قبل انفصالها عن أحمد فهمي وده الكلام اللي أكده كريم امبارح في آخر لقاء تلفزيوني ليه. طب إحنا إمتى لاحظنا الخلافات بين هنا وكريم؟ لاحظنا ده وقت الأنفولو اللي كان من كريم ومراته دانيا لهنا وهنا كمان عملت لهم أنفولو ووقتها انتشرت إشاعات كتير بتقول إن كريم ومراته سبب الخلافات بين هنا وأحمد وده طبعاً قبل طلاق هنا وأحمد ومهما تسأل أي حد منهم عن الموضوع كانوا بيسكتوا وما يردوش خصوصاً إن كل ده كان وقت عرض فيلم مستر إكس وفي أول ظهور ليه بعد المشاكل دي أكد كريم فهمي إن فعلاً في مشاكل بس هنا ليها كل الاحترام كزميلة ولما سألوا المذيع توافق تشتغل معاها قال له جملة كده خلت الجمهور يعلق عليها كتير قال هو كده كده العمل هيبقى بتاعي فيا ترى هي هتوافق تشاركني ولا لأ دي حاجة بتاعتها لكن أكيد هي ممثلة شاطرة جداً جداً وما كانش ده أغرب تصريح قاله كريم خد عندك قال إن مراته قفشته وهو بيخونها لما كلمها على الشات زمان وكانت مغيرة لون شعرها ومعرفهاش وفكرها حد تاني وفضل يتكلم معاها وكل ده وهي بتهزر مش أكتر لحد ما مراته اكتشفت إن هو مش عارفها فعلا فقلبت عليه قلبة كبيرة وقال دي كانت أغبى طريقة اتقفشت بيها ولما سألوا المذيع هل لو هي اللي خانتك هتقبل ده؟ ورده كان إنه مستحيل يقبل ده لا استنوا لسه التصريحات الجريئة ما خلصتش هي حرفيا لسه هتبتدي كشف كريم فهمي إنه عاش تجربة المساكنة وهو أصغر في السن وقال بالحرف بكره المجاهرة بالمعصية ومش هعمل نفسي متدين ممكن أكون بعمل حاجات غلط بس مش لازم أقولها على الهوى و80% من الشباب أكيد عدوا بالمرحلة دي وأنا طبعا كنت منهم وأنا في سن أصغر وعن تفكيره في الإلحاد قال كريم ما فكرتش فيه لكن دايما عندي تساؤلات كتير زي ليه ربنا سايب كل اللي بيحصل في فلسطين بس أكيد بقول لنفسي إن ربنا هو صاحب أفضل سيناريو للكون كله وأكيد لي حكمة في كل ده تصريحات كريم قلبت الدنيا عليه ومن ساعتها وهو ترند وبنفس نسبة 99% اللي الصابون إياه بيقتل بيها الميكروبات بنفس النسبة اللي هتكون قابلت فيها بوست أو فيديو بيتكلم عن كريم فهمي طول ما أنت ماشي في التايم لاين النهاردة ويا ترى أنتم مع الناس اللي أيدت كلام كريم وشايفين أنه ما قالش حاجة غلط ولا أنتم مع الناس اللي متضايقة من كلامه ولا أنتم بقى من الناس اللي هتعمل لنا دلوقتي فولو علشان يوصل لكم كل جديد